معكم. إذا كنت جديد على قناتي أنا اسمي راما المجد. بعرف إنه صار لي زمان قاطعة وهيك، بس كان أنا زي ما كنتوا بتعرفوا أنا بدرس سنة ثالثة طب بشري، فكنت سنة تانية وكان آخر فترة عنا امتحانات، ونحن عنا فترة الامتحانات يعني كتير جدية لدرجة إنه الطلاب يعني بصير بدرسوا 12 ساعة باليوم تقريبا، فما كان في مجال أبدا إنه أنزل فيديوهات. بس الحمد لله هلا خلصت، صار لي تقريبا شي 20 يوم عطلة، عطلنا تقريبا بأول جون، فهلا انا معطله وهيك، وسجلت بالدورات اللي حابه اسجل فيها، ونظمت شوي اموري، اشتغلت شوي بالبزنس اللي كنت تاركته شوي على جنب وقت الامتحانات، وهلا رجعت لكم هيك بكل الطاقه الايجابيه، ورجعت لكم بالفيديوهات الحلوه اللي دائما كنتوا بتحضروها وعم تستنوها لفتره طويله. ف بلا ما اطول عليكم اكثر، بما انه انا هلا صرت سنه ثالثه طب بشري وكثير بيجيني اسئله عن تحضيري وعن الطب وعن هالقصص، فأنا حابة إنه يكون في على قناتي مجموعة كبيرة من الفيديوهات عن هالمواضيع، لأنه بالنهاية هذا هو مجالي وهذا هو المجال اللي أنا حضل كمل فيه، يعني هو المدسن، وإنه يعني إنه تتابعوا حياتي وتستفيدوا من نصائحي، وبنفس الوقت أنا أستفيد منكم بالتعليقات، وهيك يعني نتبادل، وهيك نتبادل الإيجابية اللي عنا. فبس اكيد كمان حتشوفوا فيديوهات متنوعة أكثر، وحتشوفوا مثلا فيديوهات عن إنه كيف أقضي عطلتي الصيفية، إذا حابين أعمل فيديوهات مثلا عن اللبس، عن أشياء اللي اشتريتها مثلا، يعني اللي أنتوا بتحبوه قولوا لي بالتعليقات شو الفيديوهات اللي حابين تشوفوها، بما إنه هلا أنا كثير متحمسة لأصور لكم فيديوهات. وبالفيديو اليوم تحديدا بدي أحكي لكم عن الفرق بين السنة التحضيرية والسنة الثانية اللي هي طب بشري. بالمناسبة السنة التحضيرية هي أول سنة بالطب أو بالصيدلة أو بالأسنان، يعني إذا شو الفرق اللي فتوه حتنحسب لكم هي السنة معه. يعني أنا فعليا السنة الثانية طب بشري هي كانت تاني سنة بعد التحضيري، ما تعتبر انه اول سنة طب، تعتبر تاني سنة، تمام؟ فأول شيء السنة التحضيرية كانت من عن جد من أصعب سنين حياتي، يعني كثير كانت صعبة، و يعني 10 أضعاف الجهد تبع البكالوريا، وأنا ما عم بحكي هذا الشيء لخوفكم أبداً، بالعكس، بس إنه حتى بورجيكم إنه إذا أنا قدرت أتحمل وهيك معناتها أكيد أنتم بتقدروا، إذا أنا قدرت أنجح فيها الحمد لله فمعناتها أكيد أنتم بتقدروا، وإن شاء الله بالنهاية تختاروا الفرع اللي أنتم حابينه، وإذا حابين تشوفوا فيديوهات انه كيف تختاروا الفرع اللي بدكم اياه، يعني مثلا شو عرفني انا احسن لي صيدله ولا اسنان ولا بشري ولا مثلا هندسات، خصوصي هلا بعد انه البكالوريا وبعد ما طلعت نتائج التحضيري وهيك، فانا عامله فيديوهين عن هذا الموضوع، اول فيديو اسمه كيف اختار تخصصي الجامعي، رحت لكم اياهم فوق، وكمان فيديو ثاني اسمه هل الطب حقا مناسب لي، فشوفوا هدول الفيديوهين ان شاء الله كثير تستفيدوا منهم. وخلينا نبلش بالفيديو اليوم. اول فرق بين السنه التحضيريه والسنه الاولى طب بشري هي الستريس. السنة التحضيرية فيها ستريس أكبر بكثير من الطب البشري سنة تانية، بما إنه أنا يعني هذا الإكسبيرينس تبعي لهون موصلة. السنة التحضيرية فيها ستريس أكثر لأنه نحن لسه مو عارفانين شو هو الفريع اللي بدنا نفوته، تمام؟ يعني أنا مثلا ماني عارفانة إنه أنا إذا رحلي مثلا علامة من هون وعلامة من هون وعلامتين من هون 10 علامات من هون يمكن ما يطلع لي الفريع اللي أنا عم بحلم فيه، فهذا الستريس فاكتور كثير بيلعب دور هون. أما بالسنة التانية طب بشري يعني حتى لو ممكن تكون أصعب أو كذا، بس ما فيها التوتر، يعني خلص انه worst case scenario مثلا واحد ما جاب منيح حمل مادة، يعني في عنا فصل ثالث، في تكميلي، فيه يحملها للسنة اللي بعدها، يعني ما فيها المشكلة كبيرة انه خلص انه فتت الفرع اللي بدي اياه، فيعني هي نقطة كثير منيحة وتحمسوا لها اللي هلا طالعين على السنة الثانية. الشغلة الثانية، الفرق بين السنة التحضيرية والطب البشري، السنة التحضيرية كان عنا 10 مواد، 5 مواد بكل فصل، أما بالسنة الثانية عنا 14 مادة، فزادوا 4 مواد، صار عنا 7 مواد كل فصل. وانتقالا للنقطة الثالثة ان المواد تبع الطب البشري طبية اكثر، يعني عندنا تشريح اكثر، عندنا نسج، عندنا فيزيولوجيا، عندنا هي المواد الطبية اكثر. اما بالسنة التحضيرية فعندنا مواد عامة يعني كيمياء وفيزياء وتاريخ الطب وكذا مادة هيك، يعني انه شوي انه تمهيدا للطب البشري، بس ما هي فعليا طب بشري، طب بشري ولا طب اسنان ولا صيدله، يعني هي شامله نوعا ما لكل المواد. الشغله كمان بدي اقول عن السنه التحضيريه انه هي سنه تحديد مصير، يعني مثل البكالوريا، اما السنه الثانيه يعني عادي ما فيها الجديه الكبيره، يعني طبعا انه ممكن تكون انه اصعب من حيث انه عدد المواد اكبر، عدد المحاضرات اكبر، وخصوصي بيفرق هذا الشيء بين الفصل الاول بالسنه الثانيه وبين الفصل الثاني بالسنه الثانيه، يعني عدد المحاضرات جدا زاد وعدد صفحات المحاضره كثير كثير زاد، يعني كبير ككميه، بس انه ما فيها الجديه بالموضوع، يعني انتم خلص فتوا الفرع اللي بدكم اياه وماشيين. الشغله الثانيه اللي بدي اقول عن السنه التحضيريه هي انه صح فيها عملي، بس عملي ما له بهالاهميه،
هلا صح. بعدين علامة العملي بتفوت بعد السنة التحضيرية، بنحسب لكم مع معدل السنة التحضيرية كسنة أولى، بس بشكل عام العملي ضعيف جدا فيها، وما كتير لسه فتوا على البراكتيكال وكذا. يعني هلا حتى بالسنة الثانية العملي كتير فيها أقوى من التحضيري، وعلامته 30% من العلامة تبع نظري من المواد اللي إلها عملي، بس بتضل إنه العملي تبعه مو قوي مثل مثلا السنة الرابعة وطلوع. ابتداء من السنة الرابعة ببلش العمل بالمشافي والقصص، وأنا كثير بيجيني أسئلة إنه إمتى بروح المشفى إمتى كذا، فتابعوا دائما فيديوهاتي حتى تعرفوا هدول الأسئلة، لأن أنا دائما بجاوب على أسئلتكم. مشان الرفقات، هلا بالسنة التحضيرية الرفقات حينفرزوا للأسف، يعني شي بروح أسنان، شي صيدلة، شي طب بشري، وفي 10% بينزلوا هندسات، ما بعرف إذا لساته هالقرار موجود، بس إنه رفقات نوعا ما بينفرزوا. الشي الإيجابي إنه تصيروا بالطب البشري او بالاسنان كلياتكم او بالصيدله، يعني انه بدل رفقات خلص حيضلوا معكم، خصوصي انه طب كثير سنين طويله، يعني هي 6 سنين، فحضلوا 5 سنين مع بعض سوا، فانه هذا الشيء كثير بيعمل كوميونتي حلوه، بتتعرفوا على بعض كلياتكم، بتصيروا رفقات، وشغله حلوه انه مثلا كل حدا مننا بالنهايه ان شاء الله بده يطلع دكتور بشيء معين، يعني مثلا شو بده يطلع، مثلا عينيه، اذنيه، صدريه، قلبيه، كذا، فانه بالنهايه كلياتنا حنستفيد من بعض، وكثير كثير شيء حلو عن جد. شغلة كمان بالسنة التحضيرية هي فترة الامتحانات كثير طويلة، في اسبوع بين المادة والمادة بالتقديم، وقبلها يمكن في شهر ونص عطلة او شهر. اما بالطب البشري سنة ثانية فالفرق بيكون اقل بالوقت بين المواد، يعني كل اسبوع عندنا مادتين او ثلاثة، فهذا الشيء انا بالنسبة لي كثير حسيته احسن. هلا انتم اذا بتدرسوا خلال السنة وما بتراكموا كل المواد لاخر الفصل، فهذا الشيء كثير بيكون من صالحكم، لانه فترة الامتحانات يعني كثير 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 صعبة عنا اياها بالطب البشري، وانا ما بقول هذا الشيء لخوفكم، بس بالفعل يعني كثير مواد كثيرة ومحاضرات كبيرة وكل هالشيء، ففترة الامتحانات كل ما كانت اقصر بالنسبة لي عن جد حسيت انه هذا الشيء احسن. يعني بالسنة التحضيرية كان في اسبوع كامل بين المادة والمادة، وفترة الامتحانات حسيتها ما بتخلص. اما بالسنة الثانية بصير ال اوكي استنى شوي. كان اتصال عن البزنس وهالقصص. anyway شو كنت عم بحكي؟ اوكي كنت عم بحكي انه فترة الامتحانات بتصير اقصر بالسنة الثانية، وهذا الشيء حسيته كثير ايجابي، لانه فترة الامتحانات مثل ما حكيت قبل انه بصير في شيء 12 ساعة دراسة، فكل ما كانت فترة الامتحانات اقصر كل ما بنخلص اسرع ونوصل للصيف قبل، وما بيكون في ملل يعني بهالشغله. بس كمان بنفس الوقت في ناس بتفضل انه تكون فترة الامتحانات طويلة مشان انه يلحقوا التقصيرهم يلي خلال السنة، فهي شغلة يعني بتفرق من شخص لشخص، بس بالنهاية كلياتنا بس بدنا نخلص ونوصل للصيف ونقدم ونتعب آخر شيء. فهدول الفروق بين السنة التحضيرية والسنة الثانية طب بشري. قولوا لي أنتم هلا أينو أنا سنة صرتوا، طمنوني عن علاماتكم سواء تاسع، بكالوريا، تحضيري، سنة ثانية، سنة سادسة، شو ما كان. كثير كثير بحبكم وكثير فرحانة بالكوميونتي اللي نحن عنا إياها، وهيك خصوصي إنه مثلا وقت أنزل على شارع الأكل أو وقت أنزل على شيء معين برأيكم هيك، ومتعرف بتعرف عليكم على الواقع وهيك، وانه مو بس مجرد انه الناس ما بعرفهم عم يشوفوا فيديوهاتي، انه عن جد عم بشوفكم على الحقيقة وهيك، وانتم كتير حبابين وبحبكم كتير، وان شاء الله بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد. باي.